كابتن شريف، تحدي جديد، وحضرتك عارف المواجهات دايما بين الاشقاء يبقى ليها كده طابع خاص. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعني مباراه تليق بالفرقتين وبالبلدين الكبار. شريان الحياه، النيل بيربطنا باخواتنا في السودان. اتمنى اليوم انها مباراه على قدر مستوى الفرقتين، وان شاء الله يعني بالنسبه للنادي الاهلي مسيره التفوق والانتصارات تستمر اليوم بالتاهل والفوز باذن الله. عودنا النادي الاهلي دايما ان هو في المباريات الحاسمه انه بيكون ليه شكل وليه مكانه لجماهيره، واللعيبه نفسها بقت خلاص يعني مش هنقول تحت ضغط ولا تحت اي حاجه، بقوا مطالبين على طول بالفوز اللي هو لازم يؤهلك باذن الله النهارده، وبعد كده نبص باذن الله ان احنا نبقى اول مجموعه باذن الله. ونتفوق باذن الله بنفس الشكل. بتمنى اليوم ان اللعيبه اللي هي الدوليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب انهم يكونوا في حاله بدنيه كويسه، الوقت مضغوط عليهم، يكونوا في استشفاء كويسه. اللعيبه اللي كانوا موجودين هنا يكون خدوا راحه كويسه وادوا الجهاز الفني انطباع ان هم يقدروا يثبتوا ان هم بيلعبوا جوه وبيلعبوا بره على مستوى حاله بدنيه تدينا حاله التفوق اليوم ان شاء الله. فانا بتمنى لكل الفريق النهارده والجهاز واللاعبين واحنا والجماهير كلها ان الاهلي يقدم لنا مباراه النهارده تليق باسمه ان شاء الله باذن الله.